باهي نهار خايب، يعني تشوفها ديما على مدنين وبين قردان ديما تخرج أربعة خمسة كرهب يوميا، أربعة خمسة كرهب وأنا نجي نقيد على 20 كرهب، وهاك تشوف يعني الوضع في واحد يبات في كرهبة يعني ما عندهاش وين يمشي، وزيد هو من الجنوب ما ثمش كيفاش. تتحسن في ثلاثة أيام الأخرانية، ثلاثة أيام الأخرانية بحكم ناس تروح تعيد وثم ناس تجي من غير تتحسن شوية في ثلاثة أيام هذوك، يعني ينجم يجي الواحد يبات ليلة ويروح، فهمتني؟ أما على طول الأيام راه ديما بتبات ثلاثة أربع أيام، ثلاثة أربع أيام ديما تباتهم هنا موجودة هذو، ديما ثلاثة أربع أيام يعني كي تجي تقيد على مدينة وبين قردان تبات يعني ثلاثة أربع أيام تباتهم ديريكت. مش يسمى قلق يعني ما في الطريق الامن عادي نورمال موجود، ما ثمش يعني حاجه مقلقتنا برشا، حاجه واحده اللي مقلقتنا هي الكرهب الليبيه، الكرهب الليبيه اللي مقلقتنا بصراحه، يعني قلقونا يعمل لك بلايسونس ب 200، يعمل لك يعني دوب ريزرفوار 200 نيترا ب 20 جنيه ويجيب لك بلاصه ب 100 150 دينار من طرابلس لتونس ويتجول لك في كامل تراب الجمهوريه ما يكلمه حتى حد. نجي نخرج انا نهز بلاصه نخرج على اليمين 350 دينار محضر، نخرج على اليسار 350 دينار محضر، اما هو يتجول لك كامل تراب الجمهوريه ما يكلمه حتى حد. والله شكينا عندي مكتوب زاد نوريه لكم، والله شكينا وبعثنا ديما نبعث ان شاء الله يقول لك تتساهل الامور ونشوفوا الموضوع هذا ننظروا، وهذا هو الوعود ديما يقولون بالوعود ديما يعني كل يوم هات نمشوا لهم تو نشوفوا لهم نعرفوا السفاره نتاعهم اصبروا علينا شويه، وهذا هي الموجود وحنا متضررين فيها وقتها صراحه كيف الزملاء في بعضنا وكل شيء. لا انا ما الحمد لله يعني متنظمين وعارفين روحنا الاول بعد الاول، ما بصراحه ما عندناش قلق في بعضنا.